الإسلام السياسي شنو هاد العجب؟ كل شيء كيدوي عليه في عالم السياسة بالمغرب، ولكن واش كتعرف معناه؟ الإسلام السياسي مصطلح دار باش يوصفوا الحركات والجماعات وحتى الأحزاب اللي كتستغل اسم الدين وتحديدا الإسلام باش تروج لخطابات أفكار وأهداف ومشاريع معينة تحت الغطاء الديني. هذا المصطلح ارتبط بشكل كبير بأسماء أولها حسن البنا عراب جماعة الإخوان المسلمين. في العالم هناك العديد من الجمعيات الإسلامية بحال جمعية إسنا في أمريكا الشمالية، ولكن هذه الحركات لا تدخل تحت مسمى الإسلام السياسي. علاش؟ حيث كتركز نشاطاتها على الجانب الديني والاجتماعي، في حين أن الجماعات اللي كتقول أن الإسلام نظام سياسي هي اللي كتدخل فيما يسمى بالإسلام السياسي. وهذا الشيء يعني أن البعض الجهات وخا ما تكونش ملتزمة حقيقة بالإسلام كدين، ولكن كيتخذوه كغطاء وكيديروا سبب الدفاع عن الإسلام وتطبيق تعاليمه، بل ويتظاهرون بتطبيق أحكام الشريعة، لكنهم في الواقع ما باغينش هذا الشيء، واللي تهمهم فقط هو الوصول إلى السلطة. حاليا الأحزاب والجماعات والحركات هي اللي كتنشط سياسيا في المغرب باسم الإسلام، بدات كتنكشف الحقيقة ديالهم، وهذا الشيء اللي خلاهم يكتفوا الجهود باش يديروا دعاية لتلميع الصورة، منها على سبيل المثال نشر فيديوهات ومقالات وصور والدفع مقابل ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي وتجنيد جيش من الدباب الإلكتروني في سبيل خداع المغاربة. المهم حلقة اليوم سالت، الحلقة الجاية شرح لكم معنى مصطلح الدباب الإلكتروني.